الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. خلود الجنيبي؟ نعم معك، تفضل. من معايا؟ معك طارق الكمشه من العيل الاخباريه. طبعا المكالمه مسجله بعد اذنك، هل الوقت مناسب للاتصال؟ اي تفضل تفضل. طيب نحن شفنا الفيديو اللي طلع وانشهر على السوشيال ميديا للموقف الجميل اللي صار وياك في الاولمبياد الخاص. ممكن بس تخبرينا عن القصة وشو صار بالتفاصيل؟ والله يا أخوي طارق، أنا كنت رادة مكاني عند الوفد اللي كنت مستقبلتهم من أفريقيا، يعني يحضرون الأولمبياد، وفجأة حد سحبني، خليت وراء الطالع ولا بنية بحفظها من أصحاب الهمم، جلست أكلمها ويوم بغيت أسير ما خلتني إلا تبغى تحضني وتسولف وياي، وطبعا أكيد ما قدرت أرفض لها طلبها، جلست نسولف فسبحان الله تحولت هالإنسانة من غريبة لصديقة. وهذا اللي صار. يعني شو كان احساسك في اللحظه؟ والله لو اوصف لك من يوم لين باكر ما بقدر اوصف لك السعاده اللي انا حسيت فيها، وصدقني ترى على هالموقف البسيط ما اتوقع اني انا اسعدتها كثر ما هي اسعدتني. الله يعطيك الف عافيه، انت اسعدتيها واسعدتي كل مين شاف الفيديو. صدق الحمد لله الحمد لله. الله يعطيك الصحه والعافيه، شكرا لك ولتعاونك معنا. الله يعافيك اخويا، مشكور ما تقصروا. حياك الله.